قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن أمر الجاهلية أن يجعل موسم الحج موطنا للمزايدات أو مكانا للشعارات أو المظاهرات أو الدعوة للأحزاب والتجمعات، بل يجب أن يجعل الحج لله وحده، يجب أن يجعل الحج لله وحده. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلا مكان للشعارات الحزبية ولا للدعوات المذهبية ولا للحركات الطائفية التي نتج عنها المذابح العظيمة وتشريد الملايين.